فكرة جات لي من بسبب يعني ان الفسيخ او الاسماك المملحة في مصر عامة ما بتتقدمش بالجودة المطلوبة او المتعارف عليها، فحبينا نطور من شكل الفسيخ والاسماك المملحة في مصر، فقدمنا للناس الفسيخ بجودة وبشكل مختلف، فعملنا منتجات كتير جدا منها ساندوتش برجر الفسيخ بالذهب. والله احنا ضفنا الخام الذهب بعيار 24 لمنتجات الاسماك المملحة عموما او للفسيخ خصوصا، ده علشان نعلي قيمة الاسماك المملحة او نعلي قيمة الفسيخ في مصر، زي ما مثلا تركيا بتعلي قيمة شريحة الاستيك عندهم بيضيفوا لها خام الذهب عيار 24، تركيا او دبي بيضيفوا خام الذهب عيار 24 لشريحة الاستيك، فاحنا ضفنا الخام للفسيخ علشان نعلي قيمته، لأنه أكلة شعبية بقالها أكتر من 7000 سنة. أنا عمري ما جربت فسيخ قبل كده، جماعة أصحابي نصحوني إن أجي هنا وأجربه، بس أنا ما بحبش الفسيخ عشان فيه زفارة وما بقاش ما بعرفش أقشره، بس جيت هنا لقيته بالبرجر نفس سندوتشات البرجر العادية، بصراحة تحفة وطعمه جميل. متعودين عامة نتجمع احنا والعيلة ونجيب الفسيخ، يعني أكلة جميلة جدا وبناكلها من وقت للتاني يعني. بس هو الغريب إن المطعم هنا بيقدم برجر وقعدة وحاجات يعني غريبة عن عادات الفسيخ. أنت عارف الفسيخ هو أكلة شعبية شوية وبيحب اللمة والعيلة والبتاع مش عارف إيه والكلام من ده، لكن بالشكل اللي أنا شفته شايفه هنا مطاعم وقعدة وبتاع وممكن وتاخد برجر وتاخد حاجات وأشكال وحاجات وبتاع، فحاجة رائعة بصراحة يعني. المطعم هنا ما شاء الله حاجة جميلة وفي تطور قوي للأكلة الشعبية، ممكن بكرة وبعد ما تبقاش شعبية. Thank you.